لا صوت يعلو على صوت السوبر. غدا السابعة مساء استاد الجيش في برج العرب، الأهلي وطلائع الجيش ومباراة كأس السوبر المصري. وعشان نبقى نفكر حضراتكم، هذه مباراة السوبر اللي فات، ده سوبر بأثر رجعي، كان المفروض يتلعب قبل بداية الموسم المنقضي، لكن ظروف كتيرة أدت إلى تأخير هذه المباراة إلى الغد إن شاء الله في استاد الجيش في برج العرب. ومعنا من معسكر الأهلي في برج العرب الزميل محمد فاروق محمد توفيق موفد قناة الأهلي للإسكندرية. محمد مساء الخير. مساء الخير استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك والمهندس عادل القيعي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. محمد، حطينا في الصوره في ليله السوبر واخر الترتيبات عندك. يعني بالفعل يا باشمهندس ابراهيم، يمكن يا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي، يمكن حالا دلوقتي وانا بكلم حضرتك لسه فريق النادي الاهلي مختتم استعداداته لمباراه السوبر غدا امام طلائع الجيش باذن الله على في تدريبه الاخير على استاد برج العرب، نفس ملعب المباراه. يمكن الجهاز الفني بقياده مستر بيسو موسيماني فضل ان التدريب الاخير يكون في نفس ميعاد المباراه في السابعه مساء على استاد برج العرب، واللي بيبعد ربع ساعه بالظبط من فندق الاقامه الموجود هنا في مدينه برج العرب. يمكن سبق المران كانت محاضره للجهاز الفني مع اللاعبين في السادسه مساء، ويمكن كان البرنامج المعتاد للفريق اللي هو هيبقى نفس البرنامج اللي هيتكرر بكره، الفطار 11 صباحا، الغداء 3 عصرا، المحاضره الساعه 6، وان شاء الله ده هيبقى نفس برنامج بكره. هيبقى المحاضره بكره ان شاء الله فيها اعلان تشكيل الفريق اللي هيخوض به الفريق المباراه. يمكن التدريب، خلينا اكلمك عن التدريب الاخير والبروفه الاخيره اللي خاضها للنادي الاهلي. يمكن 27 لاعب في المعسكر كلهم يا استاذ ابراهيم شاركوا بشكل كامل، الحمد لله ما فيش اي اصابات في صفوف الفريق. اجواء اكثر من رائعه، يمكن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي موجود في الفريق مع الفريق هنا في المعسكر خلال الثلاث ايام الماضيه، وكان موجود وحريص انه يكون موجود في المران الاخير للفريق على ملعب برج العرب. يمكن كمان عاوز اطمنك على حاله ملعب برج العرب، يمكن ظهر بشغل اكثر من رائعه خاصه بعد اغلاقه لمده طويله لاعمال الصيانه والاصلاح. يمكن تم تغيير الارضيه بالكامل، وده ان شاء الله يساعد الفريق. كان في بعض الملاحظات لمستر موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي اعطاها للقائمين على اداره الاستاد. يمكن كمان فريق طلائع الجيش خد مرانه بالامس على نفس الملعب ولعب مباراتين وديتين، فان شاء الله بكره ارضيه الملعب تكون يعني بتساعد الفريق النادي الاهلي والجهاز الفني انه ينفذ الخطط والتكتيك اللي كان بينفذه الفتره اللي فاتت او بيتكلم فيه. يمكن ابرز سمه في المعسكر هنا استاذ ابراهيم ان هو الاجتماعات الكتيره جدا للجهاز الفني والمعاونين مع مستر موسيماني، وبيتكلموا يمكن كمان المحاضرات الفنيه اللي بتجمعهم باللاعبين بيتكلموا فيها عن اسلوب اللعب واسلوب الفريق، خاصه ان في اكثر من لاعب جديد سواء عديم الاعاره او التعاقدات الجديده موجوده مع الفريق. لكن حضرتك عارف طبعا سمه النادي الاهلي ان كل اي لاعب بيخش منظومه النادي الاهلي بينصهر بسرعه جدا وبقى جزء من المنظومه، ومفيش اي حد بيخرج خارج اطار المنظومه. فان شاء الله نتمنى بكره تكون ضربه بدايه بضربه قويه جدا باول بطوله في الموسم، وتكون ان شاء الله فتحه خير لبطولات كتيره خلال الموسم. دي كانت كل اجواءنا هنا في معسكر الفريق برج العرب. الكلمه ليك يا استاذ ابراهيم. طاهر محمد طاهر الحمد لله سليم وشارك في التمرين مش كده؟ بطمنك استاذ ابراهيم استاذ باشمهندس عادلي كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، 27 لاعب اللي موجودين في معسكر الفريق هنا في برج العرب الحمد لله ما فيش اي لاعب بيعاني من اي اصابه، كلهم شاركوا في المران الاخير النهارده، في المران الامس برضو كلهم شاركوا الحمد لله، ربنا يجنب كل لاعبينا الاصابات وان شاء الله يكونوا جاهزين. 27 لاعب تحت امر الجهاز الفني يختار منهم ما يشاء حسب الرؤيه الفنيه ان شاء الله ليه بكره في الملعب. الجو عامل ازاي؟ حر برد رطوبه؟ الجو اتفضل. لا يمكن الجو الحمد لله احسن كتير جدا من القاهره، الجو كويس جدا، كان نسبه الرطوبه قليله، كمان الجو في نفس توقيت المباراه يمكن في نفس الملعب كان الجهاز الفني بيقدم المران، لا الجو افضل كتير. اعتقد ان الجو ارضيه الملعب الاجواء بشكل عام داخل استاد برج العرب بعد التجديد اعتقد كلها بتباشر ان احنا هنتفرج على مباراه كبيره. يمكن كمان عايز اقول لك يا باشمهندس ان كان الجهاز الفني حريص النادي الاهلي على يعني بغض النظر هو اتكلم مع اللاعبين ان احنا عايزين ننهي المباراه بدري دون اللجوء لوقت اضافي وضربات جزاء، ولكن كان ركلات الترجيح ليها جزء كبير جدا من مران الفريق كعاده النادي الاهلي انه مستعد لكل السيناريوهات، وان شاء الله نشوف مباراه كبيره، نشوف كمان كل عناصر النادي الاهلي موجوده باذن الله، ولا ينقصهم سوى التوفيق، وان شاء الله يكون معانا ونحقق البطوله لينا وبطوله السوبر رقم 12 للنادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق موفد قناه الاهلي في معسكر الفريق في برج العرب. واعتقد طمن حضراتكم ان ال 27 لاعب اللي مستر بيتسو موسيماني اصطحبهم مع الاسكندريه كلهم والحمد لله بحاله جيده، ادوا التمرين الاخير النهارده بجاهزية كاملة ويكونوا تحت أمر الجهاز الفني في مباراة الغد اللي بيبحث فيها النادي الأهلي عن لقب السوبر الـ 12.